بدأت قيادة شرطة إدلب عملها في مدينة خان شيخون، وذلك بعد أن حرر الجيش العربي السوري مساحات كبيرة من المحافظة بعد أن كانت في بلدة الحيدرية بسهل الغاب، الأمر الذي استدعى ضرورة وجود مقر قيادة الشرطة ضمن المحافظة، وذلك لمتابعة أعمالها والإشراف المباشر على عمل قوى الأمن الداخلي. نقوم بمساعدة أخوتنا في الجيش والقوات المسلحة، وذلك من خلال نشر وحدتي حفظ الأمن والنظام والمهام الخاصة على خط الدفاع الأول، خط الجبهة، لمنع تسلل الإرهابيين والعودة مجددا إلى المناطق المحررة، كما أننا نقوم بتثبيت النقاط المحررة من خلال تسيير دوريات ثابتة راجلة ومحمولة ومتحركة في هذه المناطق بالتعاون مع رفاقنا في الأجهزة الأمنية الأخرى. تم تأمين مقر قيادة شرطة محافظة إدلب في منطقة خان شيخون تجسيدا لشعار الشرطة في خدمة الشعب، ونحن بدورنا كضباط وعناصر قيادة شرطة محافظة إدلب والقوى المتواجدة في منطقة المعرة وخان شيخون جاهزين على مدار 24 ساعة كعين ساهرة لتأمين الأمن والأمان وتقديم الخدمات والمساعدات لكافة الإخوة المواطنين. نحن كمركز طرق عامة في منطقة خان شيخون تتواجد الدوريات وتسير على الطريق العام وعلى مدار 24 ساعة وبتوجيه من السيد العميد قائد الشرطة لتقديم المساعدة لجميع السيارات سواء المعطلة أو لركابها أو من يحتاج المساعدة. تسرع قوى الأمن الداخلي عند تحرير أي منطقة أو بلدة لتكون من أولى المؤسسات الحكومية التي تعود لمقراتها وتبدأ عملها، كما أنها تعمل على مؤازرة الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب والحفاظ على الأمن والأمان من خلال تواجد الدوريات التابعة لقيادة شرطة إدلب وإقامة بعض النقاط في ريف المحافظة بما يساهم بنشر حالة الأمان. كما تعمل شرطة مرور إدلب أي شرطة الطرق على التواجد بشكل دائم على الأوتوستراد الدولي حلب دمشق بعد أن تم فتحه لعبور المواطنين، حيث تتابع الدوريات حالة الطرق وتقدم المساعدة لأي حالة، إضافة لمتابعة حوادث السير بما يضمن سلامة المسافرين.